يلا نعمل مع بعض البيتزا، هتبقى حلوة قوي وأحلى كمان من المحلات، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا نعرف بقى المكونات مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة هنجيب معانا 2 كوباية من الدقيق، وهنبدأ ننخله كويس جدا. انا كده نخلت كل الدقيق، يعني حوالي 1/2 كيلو من الدقيق، وبعد كده هبدأ اضيف الخميرة الفورية، 2 معلقة كبار هتبدأ تضيفيهم في كوباية، مش هتضيفيهم على الدقيق، هتضيفيهم في كوباية وهتحطي عليهم مية سخنة وهتقلبيهم كويس، وهتستني حوالي 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هتبدأي تعجني بيها الدقيق معاكي. وهتقلبي لحد ما تتأكدي ان الخميرة كلها دابت في المية، وهتسيبيها لحد ما تخمر كده حوالي 5 دقايق، وهتبدأي بقى تعجني بيها، وكمان عشان المية تبقى هديت شوية، تبقى دافية مش سخنة قوي. وخلاص هي كده بعد ما العدى ال5 دقايق، شايفين شكلها بقت في ريمة كده من فوق واختمرت. هتعملي كده زي دورية كده، وهترشي رشة ملح، وبعد كده هتبدأي تضيفي معاكي الخميرة، وهنرش رشة سكر خفيفة برضو، وهنبدأ بقى نعجن شوية بشوية المية بالخميرة. بعد ما عجنتها بقى شوية حلوين كده حوالي 5 دقايق، بدأت اقسمها لجزئين زي ما انتوا شايفين كده، وهتبدأي تغطيها وتسيبيها حوالي ساعة عشان تختمر معاك وتبقى جاهزة، وتبدأي بقى تفرديها. هنعمل دلوقتي بقى الحشو. انا هبدأ معاكو حشو الجمبري، نفسه هو نفس حشو اللحمة الشاورما. هنقطع فلفل رومي الوان، وهنقطع كمان فلفل اخضر، وهنقطع طماطم وبصل، وهنبدأ برضو نشوحها، وبعد كده هنشوح برضو الجمبري، وهنجهز الخلطات كلها، وتكون العجينة معانا اختمرت. وبعد كده نبدأ بقى نزينها ونشكلها ونحط الزيتون بتاعنا، وكمان هنبقى عاملين صلصة من قبليها، صلصة طماطم متسبكة حلوة قوي علشان تبقى في الوش بتاعنا.
كده بقى قطعنا البصل زي ما انتوا شايفين، وكمان معانا الجمبري بتاعنا، نص كيلو جمبري متحيق ومتبل حلو قوي ومغسول ومتقشر. كده بقى جاهز معانا الخلطة الاولى. هنبدأ نشوح الجمبري اول حاجة، وبعد كده هنبدأ نضيف عليها اللي هو طبعا متبل بالثوم والكمون وملح وشوية شطة، كده متظبط حلو قوي. وهنبدأ ننزل عليهم بالبصل برضه يتشوحوا معايا، وبعد كده بالفلفل والطماطم اخر حاجة خالص. كده خلاص فردنا العجينة بتاعتنا، بس ندهن الصينية حلوة قوي زيت عشان ما تلزقش، ولو عندك صينية من التفال بتبقى احسن بكتير، بس انا مش عندي دلوقتي. هبدأ دلوقتي بقى اضيف بقى الصلصة بتاعتي وابدأ افردها حلو، وخلي بالي وانا بفردها ما دوس قوي على العجينة علشان ما تتقطعش معاكي او يحصل اي حاجة فيها. فتبدأي بس تضيفيها كده بالراحة، وبظهر المعلقة بتاعتك تبدأي تمشيها. انا عملت معاكم دلوقتي الجمبري، هبدأ اعمل اول حاجة الجمبري، وبعد كده برضو هعمل البيتزا الشاورما. بعد ما فردت كل حاجة والجبنة بتاعتنا، هبدأ بقى احطها في الفرن، وهعمل واحدة تانية وهوريها لكم بعد ما خرجتها. اهي كده البيتزا خلصت معايا، شكلها حلو قوي اتحمرت. هنستناها تبرد بس دقيقتين، وبعد كده هنطلعها بقى من الصينية، وابدأ بقى احطها في الكرتونة بتاعتي او الصينية بتاعتك، اي حاجة متوفرة عندك. وهتبدأي بعد كده
ايه تقطعيها بجد حلوة قوي. طبعا بقى مجهزة معاكي الكاتشب والمايونيز، وتبدأي بقى تاكليها وتقطعيها بجد حلوة قوي قوي.